اليوم عم نشوفك بأولى تحضيراتك للموسم الدرامي 2019 اللي هي خماسيات مسلسل عن الهوى والجوى نحكي عن هيدي الخماسية وانتقائك خاصة أنه الجمهور كله بيعرف أنه في لك رؤية خاصة بأي عمل ممكن تقرر تشارك فيه كلامك كثير صحيح أنا اللي جذبني اللي للمشاركة النص قرأت النص حبيته جدا عجبني وإذا بدك من الآخر يعني شميت فيه ريحة بيت الأرواح لإلندي وأيضا مرتفعات ويذرينغ ف شطارته لفادي المخرج المؤلف انه عمل نوع من الكولاج الكثير رائع وعمله سوري أخذوا الى البيئه السوريه بشكل كثير ذكي وعن طريق بناء خطين باراليل يعني عندك خط التاريخي والخط المعاصر وهو تاريخ الشخصية اللي عم بلعبها والتاريخ الشخصية اللي عم تلعبها السيدة مراح فبالتالي بتلاقينا شباب صغار بالعشرينات وبتلاقينا اليوم بهذا العمر هلا الجميل بالأمر أنه النص محبوك دراميا بشكل كثير حلو القصة قصة اجتماعية إنسانية عميقة جدا نسبيا بتبعد عن بعد عما يوجع الناس واللي عملوا نوع من الكابوس زائد كابوس المعاناة اللي عاشوها السنوات الطويلة سواء بسوريا أو بالبلدان العربية اللي فيها مشاكل يعني فيها واللي عليها حروب وأزمات آخره كل هاي العناصر جذبتني للعمل في هذه الخماسية الأهم من هيك كنت سمعان أنا عن فادي فادي سليم مخرج فحبيت أتعرف عليه عن جد حبيت اتعرف عليه وانا بس اسمع انه في شاب عم يشتغل ويكون وعنده شيء كذا بحب شوفه عن قرب فحبيت شوفه عن قرب لفادي كيف بيشتغل كمان نوع من الفضول فوجدت انه هناك انسان عن جد شغوف وعن جد براسه شيء حاب يعمله خاصة وأنه يكتب لنفسه ويخرج هذا شيء ليس قليلا هذا شيء مو كل يوم بتصاد فيه ولما وجدت قلمه انه قلم ذكي قلت لابد ان يكون خياله الاخراجي ايضا خيال ذكي فدخلنا الى هذه التجربه وهكذا كان حبيتها اي لحد هلا حابه بعد شوي ما بعرف في اعمال اخرى عم دراميه للدراما التلفزيونيه للموسم المقبل هلا في مشاريع كثير مطروحه ومشاريع مهمه مهمه للغايه منها المطران كابوتشي منها الحلاج منها اشياء اخرى خارج الحدود لكن انا تعودت ألا أقول فول حتى يصير بالمكيول يعني أنا ما أعلن عن أي عمل لحتى وقع وصور هاي عادتي ما بحب أروج لأي عمل لسه ما اتفقت عليه بشكل نهائي الكلام قائم النقاش مفتوح بين وبين الجهات الإنتاجية التشاور القراءة أيضا عم بقرأ بعض النصوص عم بقرأها من اللي سميتهم لكن كل هذا لا يعني أني التزمت عندما ألتزم سأقول التزمت بالنسبة لحضرتك بعد نجاحات كبيرة بالسينما العالمية مؤخرا صورت حضرتك نحكي عن هذه المشاركة دورك خاصة أنه هو دور رئيسي بهذا الفيلم الفيلم اسمه توميريس هو إنتاج كثير كبير تشارك فيه عدة جهات صورناه بكازاخستان الفيلم هو عم يحكي عن سيدة السهوب توميريس وهي تعتبر لها رمزية عالية جدا عند قبائل السهوب عند جمهوريات أوراسيا اليوم ما تسمى بجمهوريات أوراسيا اليوم جميعا لها رمزية عالية جدا هذه الشخصية بالتاريخ وصراع بينها وبين ملك الملوك فارس كوروش في ذلك الزمان 600 قبل الميلاد كان كوروش يسيطر على نصف العالم القديم المكتشف في ذلك الزمان. وكان عليه ان يخضع قبائل السهوب، ان يخضع هذه الممالك التي تسمى اليوم دول. فيقتل زوج تميريس ويقتل ابنها ويقرر اخضاعها عبر الزواج كي يضم كل اراضيها وكل شعوبها الى شعوبه واراضيه، ترفض تتمرد عليه، تحصل بينهما معركه فاصله تقتله. تاريخيا عبر بالاعتماد على أسطورة هيرودوت الأغريقية الموجودة والتي يعرفها كثير من الناس تاريخيا هي لم تقتله لكن الفيلم والمنتجين أرادوا أن توميريس تقتل كورش لأنها رمزهم لا يقبلون أن تنهزم هلا كل واحد عنده رمز بحاول يخليه ما يموت فبالفيلم يقتل كورش لكن الواقعة التاريخية لم يقتل بالنسبة لحضرتك كثير متميز ايضا بمشاركات سينمائية حاليا عم تنتظر عرض فيلم يمكن الاعتراف نحكي عن هيدا الفارق او الشغف السينمائي لحضرتك بمكان ما بعد تجربة بعد تاريخ طويل رح فاجئك بشغلي رح فاجئك بشغلة انا لم اختار السينما هي اختارتني هي قد تبدو غريبة بالفعل هي اختارتني السينما لانه العروض اللي اجتني تاريخيا عرض اللي كانت تجيني من السينما العروض الجيده اللي كانت تجيني كانت تجيني من السينما اكثر من التلفزيون اكثر من اي مكان اخر فوجدت نفسي بجانب السينما اكثر مني بجانب التلفزيون مثلا لانه انا تاريخي مسرح تاريخي الشخصي مسرحي جاءت السينما لتكون مع المسرح اكثر من التلفزيون بالتلفزيون انا مقل تعرفين انا اشتغل بالسنه عمل احيانا بالسنتين بشتغل عمل والحمد لله يعني 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 الله مثل ما بيقولوا الله حط جواتي قناعه بمعنى ما عن ما خلق عندي هذا التهافت تجاه المال العالم تشوف التلفزيون ليل نهار مشان تكوش مصاري أنا حاسس حالي بس كون عم آكل وأشرب وأهل بيتي عايشين بكرامتهم ماشي الحال ماشي الحال فلذلك ما بشتغل تلفزيون كثير بالفعل بشتغل لي بالسنة عمل أو سنتين عمل لكن سينما لو جاءني كل يوم فيلم سينما وكان الفيلم جيد بشتغله مش بناء عليه السينما قدمت لي عروضا مغريه اكثر بكثير من التلفزيون فكنت في السينما بهذا المعنى تكون السينما هي التي اختارتني